لك عادي، هي واحدة من تمثيليات ماما، بعدين هن مسلسلهم ما بيخلص لا بجزء ولا بجزئين، مثل المسلسلات المكسيكية عادي. ايها مثل كاساندرا يعني. هيك شيء. شوفي شو صاير، شبه عمامي. مين هيدا التاني؟ هذا بابا. تعي تعي نشوف شوف. تعي ايها. الله وكيلك يا عمي، ما حكيت شيء، خلاف عائلي بيني وبين مدري. سلامتك 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 يا عمرام، بيتشرف عنك ان شاء الله انت وناس. نحن السبب، نحن السبب والله. هذا الظلم، ولك ما شفت يوم حلو بحياتي من يوم اللي تعرفت عليك. مو تركتي دراستك من شانه؟ حبك الاولاني هاد. متعين احسن رجال. لا ما طلبكن انكم والعيان النكشه قطعن عن تمنن حتى نجيب لها شغاله، مش هذا تساعدها بشغل البيت، انتم بتبوظولنا كل شيء. يا بابا انا ما دخلني، انا قاعده هيك ما في شيء، مليت ولا جمع لي مثل الوحش. بس بس خلص اسكتي، روحي بوشي. وينك؟ خذ خذ حالك وروح على البيت، المسا بتكون عندك مرتك. طيب شو هالحكي بابا؟ يعني هيك بتقرروا عني؟ سعر انت مين قلتي؟ انا اسمي دنيا اسعد سعيد، من ضيعت بين القصرين، وعمري بحيطان 24 سنه، وعمي ابو قاسم هو اللي جابني لعندكم، وان شاء الله يعني سلامتها لخالتي ام رامي. دنيا اهلا وسهلا فيك يا بنتي، ما تواصينا الله يرضى عليكي، اعتبري هالبيت بيتك ونحضة ضيوفك. يا ريت هيك تروحي تحضري لنا لقمه ناكلها، لبين ما غير الثياب يعني وغسل ايدي ووشي. مي خديها دليها على اغراض المطبخ. تعي معي. كتر خيرك يا عمي ابو رامي والله حنون. ايه امشي. وانت ام امي خدي امي خديها ترتاح شوي، يلا تضربوا. نقلع جوزيك؟ نقلع. عم دنيا نعم. يا ريت تاني مره تحطي ابريق المي على الطاوله. حاضر من عيوني التنتين هلا بجيبه. طول بالك، خود خبزه. اعطيني خبزه مسقسقه. شوف فهمه لابنك، انا اعصابي تلفت، ما عاد فيه يتحمل منوب، السنه عنده بكالوريا وما عم بيدرس، مو شاطر الا عم ينطوط من بيت شقاله بترقع. اسمع كلمه والا قسما عظما، اذا ما اخذت البكالوريا هالسنه لحطك شوفير عمومي او اذن بشي دائره، فهمت؟ يا بابا شو لزوم هالحكي هلا؟ أنا ما عم أقصر وعم بعمل طاقتي بالدراسة، وكل إنسان له طاقة محددة، قيسوها بالمنطق. تفضلي المي خالتي أم رامي. يسلموا حبيبتي دنيا، تاني مرة بتجيبي كاسات على عددنا مو كاسة وحدة. حاضر. أصلاً أقل شيء يحكي فيه الواحد بهالأيام هو البكالوريا. فعلاً صارت هلا شهادة البكالوريا مثل شهادة محو الأمية، مو أكتر. أختي أنا ما بدي أمحي أميتي، بعدين ما بقى بدي اكل، واذا كنتم مفتكرين انه بيجي بالحكي بتكونوا غلطانين كتير، قيسوها بالمنطق. دايمه خدي ماما. شايفه يا خانوم، هي اخت الدلال تبعك.